لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. فلوس والاتفاق كله تمام التمام. وللأمانة المفاوضات مع محمود وحيد خلصانة من زمان من بدري، ما فيش مشكلة خالص للنادي الأهلي مع محمود وحيد. النهاردة ومن ساعات فقط لغير بدأ الكلام من أول وجديد. أولا في قصة المدرب، هل بالفعل جوزبالتو فريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك من الممكن أن يدرب النادي الأهلي، خاصة أن كان في كلام عليه من سنتين؟ تساؤل الناس بتقول، هل بالفعل مانويل جوزيه الفريرا هو الأنسب لتدريب نادي الزمالك نادي الأهلي عفوا؟ ناس كتيرة جدا بتقول. في موقف لفريرا مع السد القطري، السد القطري عنده مباراة هامة جدا مع نادي الدحيل في الدوري القطري، الدحيل اللي بيدربه نبيل معلول. اللي كان ساند فريرا جدا في نادي السد هو شافي النجم الاسباني الشهير ونجم البارسا الشهير. شافي اعلن اعتزاله واعلن الموسم ده اخر موسم بالنسبه له، لكنه هيكمل مسيرته هناك في يعني سكه تانية او في طريقه تانية. هل الاهلي بالفعل بينتظر موقف فريرا من مواجهه الدحيل؟ لو خسر هيبقى هنا. هل جوزيه اجرى اتصال بيه وعرض عليه تدريب النادي الاهلي؟ هل فريرا اشتكى ليه من بعض الحاجات اللي كانت بتحصل في مصر، ولكن جوزيه طمنه وقال له الوضع هيكون مختلف وان وجوده هيفيد الفريق فنيا؟ كل دي اسئله. خلي بال حضراتكم اللي انا بقوله لكم ده كلام يعني بيتقال كلام كتير جدا، وانا قلت لكم انه كان في جلسه جمعت ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مانويل جوزيه. البعض فسرها ان جوزيه يبقى مدير فني، ورجعت قلت لكم مش هيبقى مدير فني، لكن الراجل قال ان انا ممكن يعني ابقى مستشار ليكم بالمجان، مش بفلوس على فكره، ان انا اساعدكم بالرؤيه وبالمشوره لو احتجتوا مني اي حاجه. وموضوع انه يدرب، والاهلي ما كانش بيكلمه انه يدرب في الفتره الاخيره. ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه؟ قصه محمود وحيد، هل زي ما سمعت من شويه انه خلال ساعات سيحسم توقيعه للنادي الاهلي ويصبح لاعبا في النادي الاهلي، خصوصا ان كل الامور كان قد تم الاتفاق عليها؟ عادل القيعي طلب محمود وحيد بالتنازل عن شروطه، هتسمع الكلام ده كله. انا بقول لحضراتكم على الكلام اللي بيتقال كله، كابتن عادل القيعي بس على الهواء اعتقد في برنامجه، هل هو مشي قبل ما يوقع وراح قافل التليفون؟ هل بيراميدز والزمالك دخلوا في الصوره؟ هل بالفعل الزمالك عرض مبلغ كبير على نادي مصر المقاصه وايمن حفني معاهم كمان؟ هل وهل وهل؟ التساؤلات كثيره جدا، اعتقد هتحسم خلال ساعات، يعني هذا الامر قد يحسم خلال ساعات. السوشيال ميديا بيقولوا كلام كتير جدا، ناس بتجتهد بتقول كلام كتير جدا جدا جدا. الخبر اليقين هيكون عند محمود وحيد، بنحاول نتواصل معاه، هيكون عند الكابتن عادل القيعي، للاسف هو على الهواء مباشره دلوقتي. اتواصلت مع سياده اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصه الحقيقه، اولا الاطمئنان عليه بعد عرفت انه مريض الحقيقه، واطمنا عليه لانه كان تعبان، لانه كان مصر المقاصه اعطى الموافقه واللاعب كان اعطى الموافقه. الكلام بيقولوا انه اللعيب ابلغ رئيس النادي اللي هو محمد عبد السلام انه عايز يكمل مع نادي مصر المقاصه، برضو كل ده كلام. البعض بيقول بيراميدز موجودين، بيراميدز الحقيقه فيهم ميزه، بيطلع يا ياكد يا ينفي. يعني بيراميدز جاي مطلع بيان كده صغير يقول لك محمود وحيد في نادي، ما طلع قال لك قصه عمرو مرعي مثلا، عمرو مرعي عندنا خلاص الموضوع منتهي، او كينو عندنا او فلان عندنا وهكذا. فقصه تبقى خلصانه يعني، او مثلا موضوع تراوري، يعني كل دي قصص يعني هتتضح خلال ساعات، يعني مش خلال ايام، خلال ساعات، يعني يمكن خلال الحلقه نقول لحضراتكم الخبر اليقين، لانه حتى المسؤولين في النادي الاهلي لسه الوضع بالنسبه لهم مش باين، لا في موضوع المدرب ولا في موضوع باقي الصفقات. بمناسبه الصفقات كمان، يبدو انه تريزيجيه، محمود تريزيجيه لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب منتخبنا الوطني المحترف حاليا في نادي قاسم باشا التركي، بدات المشاكل بينه وبين النادي. اللاعب عاتب المسؤولين هناك على عدم التعامل باحترافيه مع عروض جات له في فتره انتقالات الشتويه. اول حاجه اتقالت ان جاله عرض من نادي الشباب، بحاول برضه احط لكم التويته بتاعت نادي الشباب، قال احنا ما بنفوتش تريزيجيه خالص.
قال ما حصلش اي تفاوض بيننا بين تريزيجيه. هو عايز يرحل عن فريقه التركي في فترة الانتقالات الشتوية، لانه حسب كلامه بيقول ان انا عندي عروض كتيرة جدا جدا وارقامها عالية جدا جدا، اعلى بكتير من الارقام اللي موجودة مع قاسم باشا. ادارة قاسم باشا بترفض ابدا انها تتواصل في المفاوضات مع ايا من الاندية، وبتصر على بقائه، وتريزيجيه بيصر على الرحيل. مواجهة الكاس النهاردة كان فيها مشكلة، هو رفض انه يبقى موجود على دكة البدلاء، وده موقف غريب جدا، وقعد في المدرجة. صحيح لعيب مؤثر جدا مع الفريق ولعيب مهم جدا جدا، لكن طالما الجهاز الفني قال انه لعيب احتياطي يبقى يقعد على دكة البدلاء، لانه عالم الاحتراف مفهوش هذا الكلام، وعالم الاحتراف بيكون واضح جدا لكل اللاعبين سواء كان تريزيجيه او غير تريزيجيه. ايه اللي هيحصل الفترة القليلة القادمة لتريزيجيه؟ هل هيتم ارضائه من خلال نادي التركي؟ هل بالفعل في مفاوضات احنا ما نعرفهاش؟ كل ده هنحاول نعرفه، لكن المؤكد ان نادي الشباب السعودي نفى. اهو التويته، احمد المسعود رئيس النادي اعتقد او المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب، لا صحة لما راجع في الصحافة التركية وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن نية الشباب التعاقد مع اللاعب المصري المعروف بالتريزيجيه. خلصت الحكاية. انا بحب كده، بحب الأندية تطلع توضح وزي ما بيقولوا تقطع الشك باليقين الى اين يذهب تريزيجيه، خاصة انه في حالة فنية وبدنية عالية جدا جدا جدا. صحيح اسم الفريق مش جامد قوي، لكن ترتيبه في الدوري التركي هذا الموسم متقدم، وتريزيجيه مع المنتخب الوطني رجليه عرف الطريق الشباك وبدأ يسجل، ومع قاسم باشا بادي موسم كأروع ما يكون. عموما نتمنى له كل التوفيق. نروح لمنتخباتنا الوطنية، ونبدأ هذه المرة بالمنتخب الأولمبي الوطني لكرة القدم بقيادة كابتن شوقي غريب المدير الفني، اللي بيبدأ مراحل إعداده خلال العام المقبل عشان يصل إلى نوفمبر اللي هيبقى فيها نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 اللي بتنظمها مصر، واللي بتأهل إلى نهائيات الدورة الأولمبية. كابتن شوقي غريب وضع برنامج استعدادات المنتخب، وشوقي شاطر قوي في هذه الأمور، شاطر في الترتيب، شاطر في التنسيق، بيعرف يظبط الدنيا بشكل كويس. هو قال إنها على 4 مراحل طبقا للأجندة الدولية، وأولها في مارس عنده معسكر في أسبانيا من 17 إلى 27 بيؤدي خلاله 3 مباريات على رأسها مواجهة مع هولندا. عايز بس أقول للسادة المشاهدين وركزوا كده معايا الله يخليكم في اللي أنا هقوله لكم ده، إنه هذه التصفيات اللي هتتلعب أو النهائيات اللي هتلعب لأنها بقت بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، هذه البطولة مؤهلة إلى الأولمبياد، والأولمبياد هي البطولة العالمية الثانية بعد كأس العالم. يعني عندنا كأس العالم نمرة 1، نمرة 2 الأولمبياد اللي العالم كله بيتابعها وبيتفرج عليها، وبتبقى ميدالية سواء ذهبية أو فضية أو برونزية بتزين يعني رقاب الجميع. فالجماهير المصرية من الآن عليها أن تعلم أن هذه البطولة في غاية الأهمية، وأن التكاتف خلف منتخبنا الوطني الأولمبي أيضا في غاية الأهمية، ونتمنى إن شاء الله يكون استعدادنا زي ما كابتن شوقي غريب بيقول أنه يعني استعداد على أعلى مستوى. عموما مش هنروح بعيد، هنروح للكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي. مساء الفل يا كابتن شوقي. مساء الخير، ازيك يا كابتن احمد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير، الحمد لله. يعني طمنا بعد مباراتي تونس والفوز في اللقاءين والظهور بمظهر جيد وشيء مطمئن جدا بالنسبه للجماهير، الخطوه القادمه خصوصا انه جنة رمضان صبحي شارك ما شاء الله، مصطفى محمد في افضل حالاته، وعدد كبير من اللاعبين ناصر ماهر، محمد محمود وغيرهم موجودين معاك على قوه الفريق. والحمد لله كابتن احمد، يمكن خلال 2018 احنا قدرنا نلعب 10 مباريات، 10 مباريات الحمد لله كانوا 5 مباريات منهم مع فرق افريقيه، نعم، و4 مباريات مع فرق من اسيا زي الامارات والسعوديه، ودول الفرق المتفوقه في اسيا، ثم مباراه مع منتخب روسيا، وده من المنتخبات القويه اللي في اوروبا. نعم، دول كانوا 10 ماتشات اللي كانوا معطلين في البرنامج، واللي كلنا استخدمنا فيهم مواعيد الاجنده الدوليه، لان احنا يعني لانضمام اللعيبه معظمهم للفريق الاول في انديته ما نقدرش نعمل اي تجمعات ولا نقدر نخصص في البرنامج الدولي مواعيد خاصه لهم، فبنستغل مواعيد الاجنده الدوليه اللي بتبقى موجوده.
الحمد لله يمكن في خلال 2018 قدرنا ان احنا يعني ندعم الفريق الاول ببعض اللعيبه، واللعيبه ديت اللي هي بنعتبرها مستقبل الكره المصريه زي طاهر وزي محمد صادق وزي محمد محمود وزي صلاح محسن، وفي الطريق باذن الله عدد اكثر من اللاعبين ينضموا للمنتخب المصري الاول، وده بعتبره اول حاجه الجهاز قدر يقف عليها ويحطها. قدرنا ان احنا نصنف اللعيبه بتوعنا بنوصل حوالي حاجة و30 لعيب دلوقتي، بنأمل ان نكمله ل40 لعيب عشان يبقى عندنا قوام كبير نقدر نشتغل بيه الى البطولة اللي هتبقى في شهر 11 بإذن الله في نوفمبر، من يوم 8 نوفمبر الى 22 نوفمبر اللي هتتعمل في القاهرة بإذن الله، ويكون مجموعتنا في استاد القاهرة بإذن الله بالنسبة للمنتخب المصري. يمكن خلال 2019 زي ما احنا اعلنا البرنامج النهارده كان عندنا اجتماع كل الجهات، كان الاجتماع الاربع مواعيد اللي عندنا هو ميعاد في شهر مارس، ثم ميعاد في شهر يونيو، ثم ميعاد في شهر سبتمبر، ثم ميعاد في شهر اكتوبر. الاربع مواعيد دول خلال الاجنده الدوليه، الاربع مواعيد دول نقدر احنا برضه حاطين المخطط بتاعنا ان احنا نلعب فيهم 10 مباريات، يمكن حاطين المدارس كرويه مختلفه فيها، لكن الحاجه اللي احنا مثبتينها ان خلال سبتمبر واكتوبر ودول اخر تجمعين للمنتخب هيكون في هناك اربع مباريات مع الدول مع الاربع فرق باذن الله من المجموعه الثانيه اللي مش هتبقى معانا في التصفيات. يعني نقدر نلعب اخر اربع مباريات افريقيه ده طبقا لظهور القرعه يا كابتن. طبعا بص يا كابتن، التصفيات بدات بتاع البطوله الدور الاول اتلعب وانتهينا منه خلاص، برضه عشان ما حدش يقول طب احنا ليه في مارس احنا بنلعب هولندا وبنلعب فرق. الدور الثاني هيتلعب في الاجنده الدوليه بتاعه مارس. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.